هذه ليست مغنية استعراضية عادية، هي حنين الياس، الفتاة السورية الحلبية. الغناء الاستعراضي الغربي ليس أكثر ما يميز حنين، بل ولاؤها ووفاؤها لقائدها الأسد ما حولها لناشطة إعلامية. Syrian network said that the Assad regime destroyed like 120 churches deliberately, and that it's against the Christians. السيد الرئيس بشار حافظ الأسد منذ القدم ومنذ توليه السلطة ومنذ تولي أيضا الرئيس حافظ الأسد كانت هنالك حرية مطلقة بالنسبة لنا نحن المسيحيين. مهمة حنين باتت التوفيق بين إنتاج الفيديو كليب وإحياء الحفلات بالنوادي الليلية بألمانيا والتشبيح لنظام الأسد كناشطة إعلامية تروج له بالغرب. Started interviewing people with my phone. Media thing about Syria, people in Aleppo, and Aleppo is burning. So I have family in Aleppo, and they always told me a different story. My family is from a Christian minority, so they live in West Aleppo, and they always got targeted by mortar shells and other shellings, self-made ugly bombs and. التشبيح للأسد يندرج على أعضاء فرقة حنين أيضا مثل كيفورك الماسيان. حنين وكيفورك حولا الملاهي الليلية بالغرب منبرا للدفاع عن الأسد. رغم أن حنين من مواليد حلب 1972، إلا أنها وجدت بألمانيا أرضا خصبة لمواهبها بعد أن وصلتها بعمر 10 سنوات. لكن هذا لم يحل دون هواها لنظام الأسد ودعم حربه على السوريين. وأنت برأيك ما هو مجال العمل الأفضل لحنين، مغنية أم ناشطة إعلامية؟